في حلقة جديدة من صلوا كل حين ولقاءات مستقبلية.
بيعكس اللي موجود في القلب، فيمكن بيطلع مني كلام بيبين ان قلبي محتاج يتنقى اكتر. لازم نحاسب نفسنا، ولازم يبقى فيه خلوه منتظمه، ولازم يبقى فيه تامل، ولازم يبقى فيه مراجعه للنفس، ولازم يبقى فيه في كل ده امور مرضيه قدام ربنا. لانه لو بعد كل ده وتاملي في كل ده لقيت ان انا مش برضي ربنا وخدت بعضي ومشيت، يبقى انا ما عملتش حاجه. لا، عايز احاسب نفسي وعايز اغير كل ده واجعل اقوال الفم متناسقه مع فكر القلب وفي نفس الوقت